ناخذ الارقام اللي طلعت معنا هون. هلا طلع معي incoming بيساوي 81%، outgoing بيساوي 4.2%، وانتر فلور بيساوي 14.8%، وطبعا الانتر انترانس بيساوي 0. اصلا ما فيش عندنا الانترانس واحد، ما فيش اصلا تعريف للانتر انترانس. هلا احنا اللي عم نقول انه هذول الاثنين بكافوا 8.3% arrival rate. فاذا لازم اقسم هذا الرقم على هذول الاثنين، مش هيك؟ اذا A هلا هذا طبعا AR incoming زائد outgoing، فاذا بدي AR total بده يساوي 8.3% على 81، بصير هاي 85.2%. فالتوتال اي ار شو بتطلع؟ 9.7%. اذا الفاينل ريزلت اي ار تساوي 9.7%، والميكس انكومينج يساوي 81%، outgoing بيساوي 4.2%، وانتر فلور بتساوي 14.8%. هاي النتيجه المهمه اللي طلعنا. نعم بقول لك حسبناها ال 5 وهي ال 15 دقيقه. لا 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 انتبه، انا هون ما اخذت ال 15، انا اخذت نسب. بس ليش وسعت على ال 15؟ عشان يطلع معي ارقام اكثر. لاحظ لو اخذت اخر خمسه كان هذا طلع زيرو وهذا طلع زيرو، فبدا يطلع معي شويه ارقام. طبعا انتر فلور ببين الناس تحركوا. هلا لو بدك تاخذ الاي ار من ال 15 دقيقه بدك تضرب اول شيء بست مصاعد، وبعدين بدك تقسم على ثلاثه لانها 15 دقيقه. فهمت علي كيف؟